وسط إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر في واشنطن الآلاف من معارضي إلزامية التلقيح وارتداء الكمامات، ورفع المنظمون شعار هزم الإلزامية والعودة إلى الوطن الأمريكي خلال مسيرتهم للتعبير عن رفضهم للقرارات الفيدرالية والمحلية التي أصبحت إجبارية بخصوص تلقي اللقاحات وارتداء الكمامات في كثير من القطاعات، لا سيما القطاعات الحكومية والتعليمية والسفر. أنا لست خائفة من المرض، وإذا مرضت فلدي المناعة اللازمة والأدوية التي أتعالج بها. لا أريد العيش في خوف. إلزامية التلقيح أرفضها. لا يمكنك أن تتحكم في أموري الصحية. أعلم أن الفيروس موجود وقد أصبت به أنا وزوجي، ولكن أفضل مقاومته بطرق أخرى. وتشير الإحصاءات إلى نحو 20% من البالغين الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى غاية الآن، وهناك الكثير من الناشطين الأمريكيين ما زالوا يرفضون أغلب الطروحات العلمية والحكومية بشأن الجائحة وكيفية التغلب عليها، مستندين على آراء مجموعة من الأطباء المثيرين للجدل. هؤلاء كانوا في مقدمة المتحدثين من على منصة وضعت أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن. نحن في حرب، إنها حرب، حرب تقودها ضدنا شركات الأدوية. وبدت الميول السياسية واضحة إلى حد بعيد لدى المشاركين في هذه التظاهرة التي رفعت فيها شعارات معادية لكبير المستشارين الطبيين للرئيس بايدن أنتوني فاوتشي، فيما فضل كثيرون تمجيد الرئيس الأمريكي السابق، والأغلبية لم تكن مرتدية للكمامات. بالنظر إلى أعداد المشاركين في هذه التظاهرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بالقرب من هذا المعلم التذكاري، فإن هذا التجمع يعد من بين أكبر التجمعات التي ينظمها الرافضون الأمريكيون لإلزامية ارتداء الكمامة أو تلقي اللقاح في ظروف ومعطيات مختلفة. هذه التظاهرة تجري في واشنطن، هذه المدينة التي أقرت بها مؤخرا جملة من القرارات الإلزامية لضرورة ارتداء الكمامة أو تلقي اللقاح في عدد من المعطيات وكذلك الظروف. خالد بن طويل، الحرة، واشنطن.